بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حنتعلم فكرة البيت والبايت. احنا نعرف ان الكمبيوتر او اصغر وحدة في الكمبيوتر هي عبارة عن تسمى بيت. البيت هو عبارة عن خانة يخزن فيها اما القيمة صفر او واحد، ما تخزن الخانتين او عفوا القيمتين، هي خانة واحدة، يعني تنحط فيها القيمة صفر يا تنحط فيها القيمة واحد. الكمبيوتر طبعا ما يفهم إلا لغة الآلة اللي هي إما صفر أو واحد. طيب معناته أصغر وحدة عندنا البت، والبت إما صفر أو واحد. الوحدة اللي بعدها هي عبارة عن البايت. البايت 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 عبارة عن 8 بت، 8 بت يعني 8 خانات من البتات. لاحظ 2 4 6 8، هذه 8 خانات. 8 خانات تكون تشكيلة من الأصفار والوحدات. هذا مثلا واحد، مثلا أحط واحد هنا وأحط واحد هنا على كيفي. المهم الآن هذه تشكيلة، هذا يسمى بايت لأنه 8 بتات، والبتات إما يكون صفر أو واحد، شكل زي ما تبغى. طيب الآن خليني أعطيك المثال. أكتب مثلا value يساوي 5. الآن هذا عدد صحيح. العدد الصحيح يخزن في ذاكرة الكمبيوتر بمقدار 4 بايت، يعني حجمه في ذاكرة الكمبيوتر عبارة عن 4 بايت. 4 بايت. الآن احنا قلنا البايت 8 بت، البايت الواحد 8 بت مضروبة في 4 اللي هي مين؟ عدد البايتات، لأنه البايت الواحد بكم؟ ب8 بت. يساوي كم؟ حيساوي 32 بت. يعني العدد الصحيح يأخذ من حجم الذاكرة 32 بت. يعني هذه الحركة اللي سويناها يوم حطينا في المتغير القيمة 5، هذا عدد صحيح، هذه 5 هتخزن في الذاكرة على شكل 32 بت زي اللي تشوفها قدامك الآن، هذه 32 بت. بس هل هتخزن كلها أصفار؟ لا طبعا. كيف هتخزن الخمسة دي؟ كيف تشكيلة الواحد والصفر فيها؟ طبعا انت تبدأ العد من هنا، تبدأ العد من المكان هذا. شايف الخانة دي؟ قيمتها 1 فوق العد. الخانة اللي بعدها دبل اللي قبلها، هذه كم؟ 1. رقم الخانة اللي بعدها 2، طيب رقمها 2. الخانة اللي بعدها دبل اللي قبلها، اللي قبلها كم؟ 2، اللي بعدها حتكون 4. لاحظ الآن 4، اللي بعدها حتكون كم؟ واضحة خلاص، حتكون 8 لأنها دبل اللي قبلها. وانت ماشي ترقمها كلها زي كده. الفكرة الأساسية كيف حيخزن الآن في ذاكرة الكمبيوتر؟ طبعا كل خانة لها رقم فوق. الآن حنحط 1 هنا و1 هنا والباقي كله أصفار. تسأل ليش؟ بسيطة، هذه كم قيمتها؟ 5. الخمسة كيف تمثل؟ 1 زائد 4، 1 زائد 4 اللي هي 5، عشان كده حطينا في الخانات حقتها اللي تشكل لي مجموعها نفس الرقم حيكون كم؟ حيكون 1 الخانة دي. مثال لو أنا حطيت القيمة هنا 2، كيف حتخزن في الذاكرة؟ حشيل الصفر، أحط ذي صفر وخلي ذي 1 وخلي ذي صفر. ليش؟ لأنه في الخانة دي، الخانة دي رقمها 2، عشان كذا الباينري ذا كله أو هذا البتات كلها حيكون تشكيلة رقم الاثنين في الذاكرة زي كذا، تشكيلة الاثنين في الذاكرة زي كذا. لو قلنا مثلا 7، لو أنا أعطيته 7، القيمة 7 كيف حتخزن في الذاكرة؟ 32 بت دي تشكيلتها كيف حيكون؟ 7 إيش هي؟ 7 هي عبارة عن 4 زائد 2، 4 زائد 2 6، 1 7، يعني لازم تكون الخانات دي كلها 1 1. شوف الآن كذا شكلنا رقم 7، كذا شكلنا رقم 7. معناته الآن طبعا الخانة دي رقمها 16 وهذه رقمها 32 وهذه رقمها 64 وهذه رقمها 128 وانت ماشي، هذه رقمها 256 وانت ماشي زي كده بالطريقة. الآن اللي أنا باك تفهمه، شوف إنه هذا الواحد حق 7 حيكون زي كده، خلينا نمسح العدد اللي فوق التوضيحي. طبعا حيكون 7 شكله زي كده في الذاكرة، حيكون 7 شكله بالطريقة هذه في الذاكرة، اوكي؟ لأن الكمبيوتر ما يعرف إلا 0 و 1. طبعا تقدر تشكل اي رقم. احنا شرحنا موضوع البت هذا عشان نبغى نعرف البت وايز اوبريتور ان شاء الله تعالى، وحنعرف بعض المواضيع المتقدمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.